مشاهدينا خلينا دلوقتي نشوف جولتنا في صباح الخير يا مصر. احنا رحنا من داخل احد مصانع المواد الكيماويه بمركز وادي النطرون بمحافظه البحيره وكان لينا جوله هناك. خلينا نتابع ايه اللي شفناه. احنا دلوقتي في الخطوة الأولى من متابعة آخر الإنجازات اللي موجودة في محافظة البحيرة. جزء من الإنجازات دي هي المصانع. دلوقتي احنا موجودين في مصنع خاص بالصناعات الكيميائية. يعني الصناعات دي الحقيقة بتدخل في مجالات كتيرة، احنا طبعا هنتعرف عليها أكتر وهنفهمها أكتر، لكن كمان مهم جدا ان احنا نعرف ازاي الإنجاز ده فرق اما في الصناعات نفسها او حتى في توفير فرص العمل وطبيعة الصناعة وطبيعة كمان التطور الخاص بالصناعة دي وتحديدا في المصنع هنا. عشان نعرف أكتر هنا من وادي النطرون جوه محافظة البحيرة عن هذا المصنع وهذه الصناعات الكيميائية، معي الآن ضيفي الأستاذ سامي سليم وهو مدير إحدى شركات الصناعات الكيميائية هنا في مدينة وادي النطرون أو مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة. برحب بحضرتك معايا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفتونا في وادي النطرون. حابب حضرتك تكلمني في البداية عن المنتج النهائي لهذا المصنع، إيه هو في الأساس؟ إحنا المصنع بتاعنا بينتج حاجة اسمها البوليمرز، والبوليمرز دي صناعة بتخش في صناعة الدهانات بالأكتر، بتخش في طبعا في عديد من الصناعات بس المجال الأكتر أو الكور بتاعنا هو مجال الدهانات. بندي المنتج بتاعنا لشركات كبيرة رائدة في مصر زي سايبس ويتون وكابسي، كتير من المصانع اللي موجودة في مصر. المصنع بتاعنا ده لما أنشئ ما كانش فيه بالطاقة بتاعته غير تقريبا مصنعين منافسين لينا، احنا المصنع الثالث يعتبر من اكبر المصانع اللي موجوده في مصر ويمكن في الشرق الاوسط في انتاج المنتجات بتاعتنا اللي هي البوليمرز. ممكن حضرتك تقول لي هي بتدخل في ايه بالظبط؟ يعني ايه هي المواد بتدخل فيها بجانب الدهانات؟ يعني دهانات وايه تاني؟ المواد بتاعتنا بتخش في صناعه الدهانات زي ما قلنا بالجانب الاكتر، لكن بتخش كمان في صناعه الدهانات، بتخش في اكتر من حاجه، بس ده اكتر حاجه بتخش فيهم هو الدهانات والمواد اللاصقه، وفي نفس الوقت بتخش في الدهانات. يعني ممكن مثلا المواد اللاصقه دي بتخش في صناعه السجاد، بتخش في صناعه الورق، بتخش في اكتر من منتج بنقدر المنتجات بتاعنا تدخل فيها. بالنسبة لحجم الإنتاج، إيه هو حجم الإنتاج اللي بيخرج سنوياً من المصنع ده ومدى تطوره على مدار السنين اللي فاتت؟ حضرتك قلت من 2018 لحد النهاردة، قول لنا كده على مراحل التطور بتاعه. إحنا الطاقة الإنتاجية للمصنع بتاعنا 85,000 طن، بدأنا في 2018 والحمد لله من 2018 تقريباً لغاية 2021 رغم كل الظروف اللي حصلت كان المصنع بينمو سنة عن سنة وكان الطاقة الإنتاجية بتزيد سنة عن سنة، لكن يمكن للأسف السنتين بس اللي فاتوا تعرضنا لكبوة كده، بدأ الدنيا تقل شوية ما بقتش مكملة في نفس المستوى التصاعدي يعني. طيب بالنسبة بقى للمصنع نفسه، هل هو مصري بالكامل ولا مصري ومعاه شراكة أجنبية؟ وكمان بالنسبة لتوفير فرص العمل والعمالة، هل هم بالكامل مصريين ولا في كمان تكنولوجيا نفسها عاملة ازاي؟ احنا المصنع شراكة مصري اجنبي، لكن المصنع بالكامل العمالة اللي فيه كلها مصرية ولله الحمد. عندنا الفكر والنو هاو تعتبر اجنبيه، عشان كده احنا بننافس كبرى الشركات اللي موجوده مش في مصر بس، موجوده في العالم ككله ككواليتي منتج بيطلع عندنا. العماله عندنا تقدر تقريبا ب 150 فرد ما بين مهندسين وكيميائيين وعمال، وده اللي موجود معظمهم من البحيره والحاجات المحيطه بيها. بالنسبة للخامات اللي حضرتك اتكلمت عليها، هل الخامات دي كلها موجودة في مصر ولا في جزء منها موجود وجزء آخر يعني بنستورده من بره؟ وهل الجزء اللي مش موجود ده شايف إيه الحل عشان نقدر نخليه يبقى موجود معنا بعد كده؟ من أكبر التحديات اللي بتواجهنا في مصنع زي مصنعنا إن معظم الرو ماتيريال اللي داخلة في الإنتاج عندنا تعتبر مواد باستيراد من بره، يعني تقريبا حوالي 90% بنستورده من بره، وده عمل لنا تحديات كتيرة الفترة اللي فاتت ما بين إن إحنا نوفر المواد الخام في ظل الأزمات اللي حصلت في السنين اللي فاتت ما بين كورونا ووقف التصدير والحاجات اللي زي كده. حصل لنا برضو بعض الأزمات بخصوص توفير الدولار والعملة الصعبة بالنسبة لكده، بس الحمد لله مكملين يعني، ونسبة 10% موجودة صناعة محلية. إيه الحل من وجهة نظرك عشان تطوير الصناعة دي في حد ذاتها أو تطوير فكرة الخامات وفكرة وجود الخامات في مصر وفكرة بشكل عام تطوير صناعة الكيميائيات هنا في مصر؟
أنا شايف إن الحل مش لمصنعنا بس، شايف إن الحل لمصرنا كلها، إن إحنا الدولة لازم تتجه لتصنيع كل المواد الخام اللي إحنا نقدر نصنعها. مصر، مصر فيها أيدي عاملة هايلة جدا، مصر فيها كل الإمكانيات، فنقدر نشوف المواد، يعني المواد الرو ماتيريال اللي احنا بنستوردها دي ما بتصنعش في مصر. الدوله تقدر تشوف دي استثمارات ضخمه جدا، تقدر الدوله تحاول توفر الاستثمارات دي، تقدر الدوله تحاول تخش في شراكه مع القطاع الخاص عشان ينتجوا المنتجات او الرو ماتيريال اللي احنا محتاجينها دي. وفي الحاله دي هي هتساعد كل المستثمرين اللي موجودين في مصر ان هم يبقى الرو ماتيريال اللي موجوده متاحه حاليا موجوده في مصر، ودي هتبقى حاجه يعني مش لمصنعنا، دي حاجة للاقتصاد المصري ككل وللمصريين ككل فيما بعد. وده اعتقد بالفعل الحكومة بتحاول تعمله دلوقتي، شراكة الحكومة ده التوجه اللي موجود حاليا، لان فعلا حتى ال 10% او ال 15% اللي بنجيبهم دلوقتي دول ما كانوش متوفرين قبل كده، لكن مثلا عندنا منتج معين ده بدا شركه النصر للصناعات الوسيطه، ودي شركه اعتقد ان هي مملوكه للجيش، بدات تصنعه، ودي حاجه كويسه بدل ما كنا بنجيبه من بره بقى موجود حاليا منتج تاني بنجيبه من البتروكيماويات المصريه بقى موجود هنا. فاعتقد ان هي لو الحكومه كملت في النسق ده وكملت في النهج ده، ده هيعود على القطاع الاقتصادي والقطاع الصناعي في مصر بوجه عام. الأستاذ سامي سليم، شكرا جزيلا على وقتك وعلى معلوماتك الوفية. أنا متشكر لحضرتك جدا وشرفتونا. جزء مهم جدا كمان من الصناعة هي العمالة والتكنولوجيا الخاصة بالعمالة. دلوقتي هنعرف ازاي الاتنين موجودين مع بعض، التطور التكنولوجي في حد ذاته ازاي قدر ان هو يعني يتواءم مع العمالة الموجودة داخل المصانع، وكمان فكرة السيفتي الخاصة بالعمالة، وكمان مدى يعني اذا جاز التعبير فكرة هل المصنع ده صديق للبيئة، هل المصانع الجديدة دي صديقة للبيئة ولا لا. معايا دلوقتي البشمهندس طاهر خالد، مدير الإدارة الهندسية بالمصنع الخاص بالصناعات الكيميائية في وادي النطرون. بشمهندس طاهر، يعني خليني اتكلمني في البداية كده عن الأمن والأمان الخاص بالعمالة، كلمني كده عن المتواجد خاص بالمهمات الشخصية للعمالة أو حتى التأمين الخاص بالمصنع في حد ذاته. الشركة مطبقة نظام السلامة والصحة المهنية على أكمل وجه، فمقدمة للناس كل الحاجات اللازمة من ميكانيزم إطفاء ومهمات سلامة، المهمات السلامة اللازمة لكل العاملين اللازمة اللي هي السلامة الشخصية الخاصة بيهم، بالنسبة للإطفاء لجميع الأماكن وكده، في كل الحاجات الشركة موفرها طبقا لأحدث تكنولوجيا موجودة في العالم. وطبعا كان الاستشاري بتاع المشروع كان شركه اي سي جي، فكان سيستم معمول بحاجه محترمه يعني. بالنسبه بقى للتكنولوجيا وفرص العمل في حد ذاتها، هل نقدر نقول انه في حد طاغي على الثاني ولا في يعني تعاون ما بين الاثنين، في فرص عمل ايدي عامله موجوده وكمان تطور تكنولوجي موجود؟ اكيد طبعا الاثنين مع بعض، بس التكنولوجيا برضه هي طاغيه شويه، هي تكنولوجيا حديثه اعلى حاجه في العالم في الوقت الحالي في الصناعات دي، والعماله برضه والعماله دول نسبهم نسب العمالة قليلة، مش العمالة مش الكتيرة قوي يعني اللي هي محتاجة للتكنولوجيا دي كلها. هل نقدر نقول انه ما يخرج من المصنع، هل نقدر نقول المصنع ده صديق للبيئة او بيتعامل باساليب صديقة للبيئة؟ اكيد طبعا، في احنا الشركة كلها كل المعدات اللي عندنا كلها يعني متوافقة مع الانظمة البيئية وكده، كلها جاية باحدث تكنولوجيا عالمية، فبيتاخد في الاعتبار الكلام ده، وحتى بنعمل قياسات بيئية كل سنة بنشوف اللي هي العوادم بتاعتنا اللي هي العوادم اللي عندنا، ودايما في الحدود المسموح بيها. لو فيها لا قدر طبعا ما فيش، بقى لنا 5 سنين شغالين ما حصلش اي حاجه فيها كان فيها خارجه عن السياق او الحدود يعني. باشمهندس طاهر، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوفيه. اهلا بك يا فندم، الله يخليك يا فندم، شكرا. كل الشكر لزميلنا كريم بيبرس وجولته في احد مصانع الكيماويات في وادي النطرون. لفت نظري في حاجه في التقرير يا مصطفى، احنا دايما بنصنف محافظه البحيره كمحافظه زراعيه معروفه يعني،
مع ان طبعا وجودها على نقطة التقاء ما بين البحر وما بين النيل، فطبعا نقدر نقول انها عندها ساحل وفيها كبير بالفعل وفيها زراعات سمكية كمان بالإضافة للصيد، فنقدر نقول عليها محافظة ساحلية. أعتقد بعد المنطقة الصناعية الكبيرة اللي موجودة على مسافة كبيرة جدا في وادي النطرون نقدر نحطها كمان محافظة صناعية. أكيد أكيد، وعندنا كمان كوادر تغطي ده. يعني هو لما اتكلم المهندس عن أن الدولة تستثمر وتكبر صناعات الكيماويات، وأعتقد أن صناعات الكيماويات من أبرز وأهم الصناعات المرتبطة بحاجات كتير جدا اللي ما يعرفش، فاحنا تقدر تدخل عملة صعبة، تقدر تشغل عندنا. عندنا كام كلية علوم مثلا، عندنا شوف كام جامعة حكومية فيها كلية علوم، وشباب دول كام واحد فيهم شغال في تخصصه. فلو أنا أقدر أستغل دول كنز يا جماعة. يعني في دول والله العظيم يعني بتترجى واحد من الناس دي علوم قسم كيمياء، صح الكلام ده اللي بقوله، وتلاقي شغال في مهنه او في مجال غير مجاله، ويا سلام لو اشتغل مدرس كيمياء. النهارده احنا محتاجين الناس دي ومحتاجين نكبر بيهم المشروعات الكيماويه. عايز اقول لك على حاجه كمان، وادي النطرون ده واحد من الست مراكز اللي دخلتها حياه كريمه عشان تستثمر في البشر، عشان تعمل جوده للحياه. فاعتقد لما يبقى بنستثمر في البشر وبنؤهلهم وعندنا اماكن للشغل عندهم، احنا كده بنعمل فعلا التنميه الشامله المتكامله. صحيح.